مصدر الإلهام الحقيقي بالنسبة لي كان حبي للسودان وإيماننا بالقضية، أو لما نجي نتكلم بصورة عامة الحاجة اللي ألهمتنا قدر شنو إحنا بنحب السودان، وقدر شنو إنه إحنا مؤمنين بالقضية، مؤمنين بإنه لابد من يكون في تغيير، لابد السودان يرجع حر زي ما ينبغي. فالحاجتين دي إن هما إيماننا بالقضية وحبنا للسودان دي كان دافع، أكبر دافع بالنسبة لنا. الشباب هم القادرين إنهم يصنعوا التغيير في أي مكان في العالم، وين ما وجد نظام ديكتاتوري يجب اختلاعه ويجب إصغاته. فبقول لكل شباب العالم ثوروا لحريتكم ولحرية بلادكم، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أي زول عنده حق مفروض يطالب به، فيطالب بهم من دون أي خوف، حتى لو كان حيتعرض لأبشع وسائل من الانتهاكات اللي ممكن تحصل، بس في النهاية إنه ده حقك وإنت لازم تطالب به، وإذا أنت ما طالبت بحقك ما في زول حيطالب لك، فطالبوا بحقوقكم وإنتوا قويين وفي يدكم التغيير، في يدكم المستقبل.